السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وصفات سلمى الفاسية. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في صحة وعافية ان شاء الله. هنايا كيف كتشوفوا معايا، الفيديو ديال اليوم هو عبارة عن دويرة في لي ماغازان باش نشوفوا لي سولد ديال فصل الشتاء ديال سنة 2022. كاين الهميزات، كاين حويجات زوينين للأطفال بالخصوص، فخليكم معايا الى اخر الفيديو، غادي يعجبكم الفيديو ما فيهاش شك.
الفيديو ديالي وصل للنهايه ديالو، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا يعني لي بوتيك اللي كنت فيهم كانت اوشون وكانت كيابي. اوشون ما فيهاش صراحه شي حاجه اللي هي كبيره، ما صافي يعني درت فيها واحد الدوره وخرجت بحالاتي. كيابي فيها حويجات زوينين بصراحه ديال الدراري الصغار، ولكن مازال ما ناقصينش يعني دايرين موان 20 موان 30 ماشي شي حاجه يعني، ولكن حاجه طبيعيه لان لا بروميير ديمارك كتكون دائما هكذا. نتسناو لا دوزيام ديمارك ولا تروزيام ديمارك ونشوفوا شنو غادي يكون. ضروري غادي نشارك معكم هاد الفيديوهات بحال هكا. ديروا لايك للفيديو ما تنساوش باش تشجعوني. الا كنتم مازال ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. غادي نقول لكم السلام عليكم.